احنا هنتخيل انها في سكينه يلا يا جماعه نتخيل ان في سكينه ونتعامل بقى. يلا يا باشا والله اسمع تمشي دي يا المطبخ صحيح بتاع اللحمه اللي اكلتها النهارده دي صعب السكينه. كلمه لكل متابعين المقال بصراحه، والمداح اثر في شخصيه حمد هلال ازاي؟ لا انا طبعا في المطبخ بصراحه حبايبنا واخواتنا ومش مقصر فيه ولا حاجه، يعني ما غيرش في الشخصيه، ما حس ما اثرش عليك انت نفسيا، يعني الشخصيه بقى انت الشخصيه دخلت جواك بقى، دخلت جواك عادي يعني خلاص. حبيبي 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 بدها تمشي دي حلوه. كلمه لكل متابعين المقال بصراحه، والمداح اثر في شخصيه حمد هلال ازاي؟ لا انا طبعا في المقال بصراحه حبايبنا واخواتنا ومش مقصر فيه ولا حاجه، يعني ما غيرش في الشخصيه، ما حس ما اثرش عليك انت نفسيا، يعني الشخصيه بقى انت الشخصيه دخلت جواك بقى، دخلت جواك عادي يعني خلاص.